سمعنا من المحاضرة أن المرأة لها حق الزواج بعد 4 سنين من فقدان زوجها. سين: لو رجع زوجها الأصلي فما الحكم؟ هل تبقى مع الثاني أم ترجع الأول؟ وإذا رجعت للأول كيف ذلك؟ إذا فقد الإنسان بين أهله ولا تعرف أسبابه ولا يعرف أينه، هذا الغالب عليه أنها لا فقد بين الناس بدون إذن وقراهم ولا يدرى أين ذهب. إذا مضى 4 سنين كما حكم عمر يفرق بينهما وتمر بالعدة وتزوج، فإذا جاء زوجها الأول يرجع للمحكمة والمحكمة تنظر في أمرها، المحكمة الشرعية تنظر في أمرها. نعم، والعدة تكون 4 أشهر كان ميت محكوم. نعم.